السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بداية نتلو الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا انتهى الشوط الأول الذي جمع بين المنتخب الوطني الجزائري أمام بوتسوانا في ملعب بوتس مصطفى تشاكر، وانتهى هذا اللقاء بهدف دون رد. وطبعا الجماهير الجزائرية كانت تتوقع يعني نتيجة كبيرة جدا، فلهذا راح أعطيكم بعض الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة التي لم نكن متوقعها، وأيضا التي يعني لم تعجب معظم الجزائريين. بطبيعة الحال سأشارك معكم أيضا تغطيات لاعبي الشوط الأول، وأيضا ما حدث في هذا الشوط الأول باختصار شديد، وأيضا سأشارك معكم غضب الناخب الوطني جمال بالماضي. فإذا كنتم تشاهدون المرة الأولى لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. طبعا لاعبي المنتخب الوطني الجزائري في بداية الأمر يعني كانت عندهم بعض الكرات الغير الجيدة والتمريرات الغير الجيدة، كانت يعني ناقصة من الدقة، هذه في بعض الحالات يعني ليس في معظم الشوط الأول، لا في بعض الحالات فقط. ويعني كانت هنالك بعض اللقطات الجميلة من رياض محرز كالكنترول، وأيضا المخالفات التي شفناها مخالفات ميليمترية. ولكن أعزائي المشاهدين، لاعبي المنتخب الوطني الجزائري في هذا الشوط كانوا يفتقرون إلى شيء واحد، والشيء الذي أتكلم عليه هو اللمسة الأخيرة. الإنهاء لم يكن جيد لمعظم لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، الفرص كانت كاينة وبزيادة بطبيعة الحال، ولكن اللمسة الأخيرة لم تكن حاضرة في هذا الشوط الأول. فعلى جمار بالماضي، ومتأكد بلي أن جمار بالماضي بين الشوط الأول والشوط الثاني سيعطي تعليمات من أجل يعني أن يعززوا الإنهاء. الإنهاء ينقص للمنتخب الوطني الجزائري، ففي الشوط الثاني يجب على لاعب الخضر أن يدخل بعزيمة أكبر وأيضا يركزوا على الإنهاء. بينما أيضا يعني هدر الفرص كان بشكل كبير جدا، يعني رياض محرز ضيع، وسعيد بن رحمة ضيع، سفيان فيقولي ضيع، يعني معظم لاعبي المنتخب الوطني الجزائري ضيع، ولكن الهدف جاء من يعني دفاع المنتخب الوطني الجزائري. الظهير الأيمن مهدي زفان اللي كامل ما كناش نتوقعه بطبيعة الحال، ولكن تألق الدفاع في هذا اللقاء يعني بسبب أعزائي المشاهدين كما قلت لكم عدم الإنهاء، اللمسة الأخيرة لم تتوفر فتألق الدفاع في هذا اللقاء. جمال الدين بالعملي خدم الخدمة نتاعو وبزيادة، وأيضا معظم اللاعبين الآخرين في خط الدفاع كانوا جيدين. وأيضا أود أن أوجه نقطة وأتكلم في نقطة، هو أن الفرصة الأولى الخطيرة كانت من جانب بوتسوانا على المنتخب الوطني الجزائري، وكانت تلك ذلك الخطأ الوحيد الذي اقترفه الدفاع، فنتمنوا الشوط الثاني ما راحش يعني يحدث هذا الأمر. نأتي إلى الآن إلى مشاهدين حكم المباراة، يعني التحكيم دائما تحكيم نفس الشيء، إفريقيا يبقى إفريقيا، التحكيم إفريقي يبقى إفريقي. يعني جمال بالماضي تكلم في هذا الموضوع، وكما سمعتوا أعزائي المشاهدين أعتقد إذا كنتم تشاهدوا المباراة في بيان سبورت، يعني كنتم تسمعوا صراخ جمال بالماضي ومطالبته بإنشاء تقرير يعني سيصعد به إلى الكونفدرالية مباشرة، لأنه التحكيم والمنتخب الوطني الجزائري راه ضد التحكيم. يعني المنتخب زامبيا يعني كي يتدخل في لاعب المنتخب الوطني الجزائري، خاصة أعزائي المشاهدين تكلموا في نقطة واحدة، هو أنه الخطأ الذي اقترف ضد نجمنا الجزائري يعني إسماعيل بن ناصر كان يستحق الطرد، البطاقة الحمراء. فهذا ما أغضب الناخب الوطني جمال بالماضي، يعني حكم المباراة ما عطاولوش حتى البطاقة الصفراء. أنا بحث عن هذا يعني الحكم من بوركينا فاسو، وللمعلومة ما لقيت عليه ولا خبر سلبي أو تعليق سلبي حول هذا، يعني كما نقول أعزائي المشاهدين هذا الحكم، ولكن الظاهر لا، يعني كل افريقيا ضد المنتخب الوطني الجزائري، مانيش عارفين علاش، يعني ماذا بينا نشوفوا تحكيم نزيه، على الاقل تحكيم نزيه. وايضا النقطة السلبية في لاعبي المنتخب الوطني الجزائري هم انهم كانوا متسرعين في قراراتهم في هذا اللقاء، في الشوط الاول بطبيعة الحال، كانوا متسرعين بشكل كبير جدا، فلازم كي يحكموا الكرة يحكموها بتأني، يدرسوا اللاعب، وايضا كل واحد لازم يفهم اللاعب الاخر، هذه حسب وجهة نظري الخاصة. بطبيعة الحال وانتم ايضا عندكم حرية التعليقات في صندوق التعليقات. ولا ننسى ايضا التدخلات الخشنة والمبالغ فيها من طرف عناصر بوتسوانا، لانه لو كان نحسبوا يعني زي مشاهدين المخالفات كانت عندهم يعني 9 مخالفات على المنتخب الوطني الجزائري، بينما السيطرة على الكرة كانت لصالح عناصر الخضر، يعني سيطرة تامة في هذا اللقاء ب 74.4 من ضمن يعني على 100، بينما ايضا بوتسوانا كانوا مسيطرين فقط 25.6. التسديدات المنتخب الوطني الجزائري كان يسدد اكثر وبشكل كبير جدا على الخصم، ولكن
اللمسة الأخيرة لم تكن متواجدة. بطبيعة الحال أيضا عندنا الفرص، المنتخب الجزائري يصنع 5 فرص بينما الخصم فرصة واحدة، الفرص الكبيرة فرصتين ولكن منتخب يعني بوتسوانا فرصة واحدة، التمريرات الدقيقة 310 بينما يعني بوتسوانا 91 فقط. نأتي الآن إلى لاعب المنتخب الوطني الجزائري ونعطيكم يعني زي مشاهدين تنقيطاتهم، يعني كل واحد راح نعطيكم التنقيط نتاعو على حدة من الأفضل إلى الأسوأ. طبعا عيسى ماندي تنقيطه 7.7 من 8 10، هو راه الابرز والافضل تنقيط بحكم انه هدف يعني مهدي زفان، يعني زي مشاهدين كما شفتوا ذلك الهدف الذي سجله زفان كان ممزوج بلمسه من نجمنا الجزائري عيسى ماندي في ذلك الوقت لو تتذكرون زي مشاهدين، كان عنده لمسه بالكعب، فلهذا هنالك البعض سمى ذلك الهدف لصالح مهدي عيسى مندي عفوا، ولكن الكاف ككل احتسبت الهدف لصالح نجمنا الجزائري وظهير الجزائر الا وهو مهدي زفان. المهم عيسى مندي تحصل على 7.7، مهدي زفان 7.2، اسماعيل بن ناصر 6.8. اسماعيل بن ناصر قدم مردود كبير في الشوط الاول وتدخل عليه العديد من اللاعبين الخصم بتدخلات خطيره جدا، فنتمنوا انه هذا اللاعب راح ياخذ حذره خاصه انه يعني راح عاد كيعاد من الاصابه، فانا شفت هذا اللاعب يعني يستفز الخصم بزياده عندما يمسك الكره لا يمرر، يعني يريد ان يراوغ الخصم، يعني يستفز الخصم وهذا مما سيؤدي الى اصابه هذا اللاعب، فنتمنى هذا الشيء ما راحش يحدث. بينما جمال الدين بن عمري الذي تالق هو ايضا 6.6، رامي بن سبعيني 6.5، والنقطه التي اود ان اتكلم عليها راني تذكرت زي المشاهدين عندما كنت راح نتكلم على رامي بن سبعيني تذكر هذه النقطه، هو العشب، عشب هذه المباراه، عشب يعني ليس مباراه بل عشب، يعني ملعب مصطفى شاكر كان مبلل وبزياده، وهذا مما تسبب اعزائي المشاهدين في العديد من الاخطاء للاعبي المنتخب الوطني الجزائري، وايضا مما عرقل تدحرج الكره، يعني عرقل تدحرج الكره وذلك بشكل كبير، راكم شفتوا اعزائي المشاهدين الفرق بين هذه المباراه وبين مباراه الذي لعبناها في لوزاكا، رغم ارضيه الميدان كانت سيئه في لوزاكا الا ان تدحرج الكره كان جيد، راكم تشوفوا المباراه وراقبوا اعزائي المشاهدين، ولكن يعني أرضية ما نقولوش بلي الأرضية سيئة، لا بالعكس الأرضية ممتازة، العشب ممتاز، ولكن يعني الأرض كانت مبللة بزيادة وهذا مما تسبب في عرقلة تدحرج الكرة، وأيضا تسبب يعني في إطاحة نجمنا الجزائري رامي بن سبعيني كما شفتوا أعزائي المشاهدين كان يتألم بسبب بدون أي تدخلات، يعني فقط هو كان يتمشى يعني سقط لوحده وانزلق بسبب يعني الارضيه المبتله بشكل كبير. بينما ايضا نذهب الى سفيان في جول الذي تالق بشكل كبير وعجبني المستوى نتاعه ولكن ما كانش عنده اللمسه الاخيره، تحصل على 6.5. بينما ايضا رامز زروقي اول امتحان له على الصعيد الدولي الوطني الجزائري وطبعا قدم مردود جيد، كانت عنده مراوغات، كان يقطع الكره بشكل كبير، التمرير كان جيد رغم انه تحس باللي انه يلعب يعني مطمئن، يعني كما شفتوا اعزائي المشاهدين ما كانش متسرع، اعتقد هو اللاعب الوحيد اللي ما كانش متسرع في اللعب نتاعو، تحصل على 6.5 في الشوط الاول. رياض محرز صاحب الكنترول المهاري الذي ابهرنا به هذا اللقاء وايضا صاحب المخالفات الذي سددها، وللمعلومه رياض محرز كان يتدرب على المخالفات قبل اللقاء لكي يعني نحط لكم هذه النقطة في هذا الفيديو، طبعا تحصل على 6.5، اسلام سليماني 6.4، هو ايضا ضيع للاسف الشديد، نتمنى الفرص راح تعزز في القادم مواعيد وفي كل فرصة يعني يجب ان يغتنموها على اكمل وجه، بينما ايضا عندنا سعيد بن رحمة اللي ضيع بشكل كبير 6.4، الكسندر اوكيجا تلقى تسديدة واحدة على مرماه وتلقاها بكل احترافية 6.1 من 8 10. فنتمناو انه في الشوط الثاني راح نشوفوا شوط مغاير، نتمناو انه الفرص راح يعني تستغل على اكمل وجه من نصيب المنتخب الوطني الجزائري، نتمناو ايضا لاعب الخضر يعني كما نقول اعزائي المشاهدين ما يتسرعوش، يعني راهم متسرعين بشكل كبير، هذه كانت وجهه نظري وانتم ايضا عندكم حريه التعليقات، وطبعا هذه يعني التنقيطات فقط للشوط الاول وان شاء الله نشوف تطور في الشوط الثاني ونلتقي في الشوط الثاني، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، سلام.